حنا بخير وديرة العز في خير دولة قطر تصعب على من بغاها الله خلقنا داخل يمكن باسم واحد مع هؤلاء الفطاحنة، ولكن استقل الموقف والفرص لا تأتي مرتين. روح يلي يشب الروح، روح مع محبة، روح إلى المركز الأول. الله 300 متر أقوى شواط الحين، سجلوه اكتبوه دونوه مع اسم محبة. من تسجل اسمها بحروف من ذهب محبة تنتزع. الشوط الأول الرئيسي الليلة مع هجن الشحانية، مع المضمر الشبل، بقيادة الشبل. سلام يا محبة سلام، واشكرك يا الشبل على هذا التضمير المميز. الله يا محبة، تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق لهجن الشحانية، والتهاني للمضمر جابر بن سالم بن فاران. والسلام يا الشبل سلام. المركز الثاني خلاص هناك مع الأسد على البداية والصدارة. الشوط الرئيسي هنا مع الأسد إلى هذه اللحظات لهجن الشحانية. الله على هذا الأداء والانفراد على الصدارة. مشاهدين الكرام، الأسد ينطلق ويظفر بناموس الشوط الأول الرئيسي إذا سار على هذا المنوال. هنا بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران قدم محبة ويقدم الأسد في هذا المساء مع الأشواط الرئيسية واستراحته الأخيرة أمام خط النهاية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهنية للشبل جابر بن سالم بن فاران على حصول الأسد على المركز الأول وانتزاعه. الأخيرة قرية الظبي مديار خود ولكن مديار قرية الظبي مع المركز الثاني، مهيلة مع المركز الرابع، ولكن اجروا شقب. الله يا قرية الظبي يا الهادي لا هدوء بعد اليوم. اجروا شقب مع قرية الظبي. سلام يا قرية الظبي، سلام يا الهادي، سلام. لا هدوء بعد اليوم يا الهادي. تهانينا والناموس على فوز قرية الظبي بالمركز الأول وهجر. مزعل هنالك المقدمة بدات مع محلي. يا هلا ويا مرحبا يا محلي. جماهيرك محبينك مرحبين بقدومك، مرحبين بانطلاقتك مع الحزام الأخضر، مع التحليق المميز، مع الأداء الكبير. كبيرنا أيها الذهبي بتقديم الأسماء الكبيرة الخطيرة المثيرة، الانطلاقات المميزة لابد أن يحضر مهما كانت من أمور وتخطيط وتكتيك. يحضر الذهبي بتقديم النوعيات النادرة، وعشرة على عشرة يا بفران من قدم لنا محلي خاطفا أول المراكز. الثاني والتبريكات الشحانية المركز الثاني. قيادة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. الله الله على هذا الشوط، شوف الصراع والنزاع على المقدمة وفي المركز الثالث نوف، ولكن هنا الله يا ند اللي في مقدمة الشوط. الله 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 هجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، مغيضة من هجن الشحانية مع العطية. الثنتين في منافسة حقيقية في هذا المساء، من المنتصر في هذا الشوط مع اللحظات الأخيرة؟ ولكن ند سلام لحظة وصولها وانتصارها إلى خط النهاية. تهانينا لهجن الشحانية وللشبل جابر بن سالم بن فاران المري. أمغيضة وصل الثانية. يا قطار عشي بعز وحنا
سلام. تابعوا تابعوا هذا الاندفاع الكبير من مكفي اللي في مقدمة الشوط بهذا الانطلاق وبهذا التحدي المميز. وفجاج فجاج الله ايضا خطير وصاحب انجازات. نعم 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 هذا هو فجاج مشاهدين الأعزاء، له حضور في الميادين الخليجية بإنجازات كبيرة من هجن الشحانية مع الشبل، ولكن الغرفاوي وصل الصارم وصل من هجن الغرافة مع مدهش المضمرين، ولكن مكفي 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 سلام مكفي سلام 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 يا مكفي اللي غطى على جميع الحضور. وشكرا يا الذهبي سالم بن فاران المري، والتهنئة والناموس للمؤسسة العملاقة مؤسسة هجن الشحانية على أيضا اقتنائها مثل هذه النوعيات الجيدة. التحدي الراسية النجمة الساطعة برصيدها رموز العام الماضي حاصلة على شلفة بانطلاقتها المميزة الراسية بشعار هجن الشحانية بمتابعة الذهبي الذي حافظ وقدم لنا الراسية التي تنطلق في هذا المسار المتميز، ولكن للطامة للطامة غادمة للطامة بشعار هجن الشحانية أيضا الذهبي. الذهبي بهذا الانطلاق يتواجد مشاركا في هذه المنافسة حاضرا للطامة والراسية، ولكن الراسية كعادتها راسية على المقدمة وعلى الصدارة، ترسي هنا على الصدارة، ترسي على المركز الأول وترسي الناموس لهجن الشحانية. تهانينا والف مبروك على هذا الانتصار، تهانيا للذهبي سالم بن فاران المري من قاد الراسية إلى خط النهاية. يا عتيم يا عتيم، والعام أيضا في رصيده رمز. يا سلامي على عتيم وانطلاقته بالمركز الأول وفي الصدارة، عتيم المركز الثاني. شوفوا الوعب، الوعب قادم هناك لهجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري. يا سلام، ولكن هنا كيفان قادم، ولكن خلاص يبدو لنا عتيم، عتيم الإنجازات، عتيم الرموز. يا سلام يا هجن الشحانية، سلام والتحية والاحترام مع هذا الأداء والتميز هنا مع عتيم 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 والوعب اللي على المركز الثاني، ولكن عتيم عتيم. سلام يا هجن الشحانية، وسلام الشبل، سلام الشبل، سلام على هذا التضمير الرائع. تهانينا والناموس هنا أيضا لهجن الشحانية أيضا بالمركز الثاني. بدأ الصراع، بدأ الانطلاق مع الحزام الأخضر مزون على البداية. هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، طراقة من الجانب الآخر هجن الشحانية المشاقب محمد بن خالد العطية، ولكن مزون 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 على البداية على الانطلاق الأول هجن الشحانية الشبل جابر. الله 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 مزون طراقة اللحظات الأخيرة، طراقة 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 هناك انطلقت مع البداية ومع الانطلاق الأول، طراقة 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 هجن الشحانية والمشاقب محمد بن خالد العطية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، ونهني المشاقب محمد بن خالد العطية على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثانيا وصلت هنا المركز الأول ليستطلع بأمور الصدارة خاطفا البداية، حتى هذه اللحظات نراقب ونتابع. ليث معير معير ليث 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 معير. يا سلام هجن الشحانية المشاقب الذهبي الذهبي المشاقب لمن الصمود من هذه الأسماء معير وليث ليث ومعير. اللحظات الحاسمة هجن الشحانية تقدم لنا أجدر الأنواع النادرة الحاضرة بالمنافسة. فساد معير يفوز حتى هذه اللحظات بانطلاقة البداية بانطلاقة المقدمة، بدأ يعير من مركزه نحو خط النهاية مستطلعا خاطفا أول المراكز. الثاني والتبريكات نزف ولج الشحانية وللمشاق محمد بن خالد العطية. هناك ارتيان مع معركة هذا الشوط بدون
بدون أوامر ولكن بدت الحركة. بسم الله ما شاء الله. اذكر الله يا جماعة. يا أرض احفظي ارتيان، يا أرض احفظي ما عليك ارتيان غادمة ومن أجل التحدي حاضرة. استمتع بها المشاهدين وأنا بدوري استمتعت بتعليقي على ارتيان، على هذه الأسطورة المميزة، على هذه النجمة الساطعة. رحبوا رحبوا يا جماهير التراث بقدوم ارتيان محققة هذا الانتصار. حضورها دائما مشرف وحاضرة ومتواجدة من أجل الإنجازات غادمة. ها هي ارتياد تنتزع الناموس وتحقق الإنجاز كعادتها دائما. تهانينا لهجر الشحانية وتهانينا للذهبي سالم بن فاران المري. الصبانس وغاية غاية 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 الله يا غاية. أوزان قادمة، أوزان قادمة وغزة قادمة. يا سلام يا الأمتار الأخيرة، الأمتار الأخيرة. يا سلام يا غاية يا هجر الشحانية المشاغ محمد بن خالد العطية. ولكن أوزان 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 صوغة أوزان. لكن هنا غاية 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 مع الميتين متر الأخيرة. سلام هجر الشحانية، سلام سلام والتحية والاحترام مع هذا الأداء. أداء غاية هنا مع هذا الفوز. سلام هجر الشحانية، سلام يا أبو خالد، سلام لمحمد بن خالد العطية. تهانينا والناموس على الفوز، تهانينا على الفوز. هذه هي أيضا تشاهدون غاية من فازت في هذا الشوط لهجر الشحانية، وثاني وصوله للمشاغ محمد بن خالد العطية. ولكن أعود مع البداية ومع الصدارة. الله يا والجات 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 تنطلق بشعار هجر الشحنية. والذهبي سالم بن فاران المري يقدم لنا والجات بهذا الأداء المميز. بدأت هنا والجات تنطلق وتندفع بهذا الشعار، شعار هجر الشحنية. ما يقارب ما بينه وما بين الأسماء المشاركة 200 متر ما شاء الله تبارك الرحمن. والجات 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 تنطلق بشعار هجن الشحانية. والذهبي سالم بن فاران المري فتهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز والجات. ويا قطار عشي بعز وحنا